bir ev planı verilmiştir. كفي. مطفك في بعلوك بين بيرينة إيش ديك ديك دوركالي. من هاي الثلاث أسطر شو استفدت؟ استفدت المعلومة رقم واحد إنه هذا البيت القدامي شو نوعه؟ شو شكله؟ مربع. استفدت إنه البيت مربع. بمعنى آخر أضلاعه متساوي. والشغل الثاني اللي أعطاني إياه هون من هذول الثلاث أسطر إنه عم بيقول لي المطبخ والحمام عبارة عن مستطيلات متساوية. لك هاي الحمام وهي المطبخ، هدول متساويين يعني الطول نفسه والعرض نفسه، تمام؟ هذا كله مربع والحمام هو نفسه المطبخ، تمام؟ كفي. بو plana göre oturma odasının oturma odasının هاي الموجودة هون، تمام؟ واضحة طبعا. هي. وين هي انترينين؟ هي الانتر اللي هي هاي المنطقة، تمام؟ هاي هاي المدخل، تمام؟ طيب. santimetre kare cinsinden ifade eden QX polinomu aşağıdakilerden hangisidir? Okey. Tamam, mesele كلها بالسنتيمتر ما انا بالمتر وبالتالي هي المعلومه انه بالسنتيمتر مربع. اوكي، معلومه ليس لها معنى. هذول الثلاث اسطر انا هيك بحل التمرين، انا هيك بحله. انا بجزء المعلومات، مو شايف المساله طويله ست اسطر. هذول كلهم شو فادوني؟ فادوني انه هذا مربع وهي المنطقه، هي المساحه هي نفسها هي المساحه. اوكي، ما عليهمون كثير، راحوا هذول راحوا. هلا شو قال لي؟ قال لي هاي مساحة هاد، مساحة هاي الغرفة اللي هي الأوتورما أوضاسة ومساحة المدخل، شو الفرق بيناتهم؟ لحتى تعرف الفرق بيناتهم شو لازم تحسب؟ لازم تحسب مساحة الأولى ومساحة الثانية. يعني راح أحسب هون، راح أحسب الأوتورما أوضاسة وراح أحسب هون، شو راح أحسب؟ الأنترنين ايه المدخل، يعني انتر المدخل، تمام. يلا تعال نرجع على الاوتورما اوضسه. الاوتورما اوضسه بما انه هذا مربع، اول شيء من هون لهون شاد، شوف مو هدول مستطيلين متساويين، هدول مستطيلين متساويين. فاذا كان هذا عرضه 2 اكس معناتها شو راح يكون عرضه؟ 2 اكس. ايوه، شو طلع معي انا هلا؟ طلع معي طول المربع، طول ضلع المربع. شو طول ضلعه؟ شو طول ضلعه؟ 5 اكس زائد 5، ان هون 2 اكس هون 3 اكس، شو صاروا؟ 5 اكس زائد 5، معناتها هذا كله 5 اكس زائد 5. طيب اذا كان هذا كله 5 اكس زائد 5 وراح منه 2 اكس، ايش اضل عندي هون؟ 3 اكس زائد 5. بلشت تطلع الحقائق، ليش؟ لانه هذا بعرف شو طوله انا، شو طوله هذا؟ 3 اكس زائد 5. ايوه، معناتها صار فينا نحسب المساحه، صح؟ شو المساحة؟ هي جداء هدول الاثنين مع بعض. طبعا واضح جدا انه الاوتورما اوضاسة هي عبارة عن مربع، مساحتها المساحة هي جداء الضلعين، يعني 3 اكس زائد 5 اما للتربيع او 3 اكس زائد 5 ضرب 3 اكس زائد 5 اذا كنت رجل بسيط، تمام؟ يعني ما حابب تعقد الامور. هلا هي ازاش لك شلون تنفك؟ مربع الاول 9 اكس مربع، بعدين شوف شو بقول، قول زائد. ليش زائد؟ لأنهم في زائد ضعفي الأول في الثاني، 3 ضرب 5 15، يعني 30 إكس. بعدين مربع الخمسة، شد مربع الخمسة 25، برجع بعيد 3 إكس للتربيع 9 إكس مربع، وبعدين بضرب 3 إكس ضرب 5 15 إكس، ضرب 2 30 إكس، وبعدين بحط 5 للتربيع 25. هاي مساحة مين؟ عفوا؟ ميجايات شو؟ خلص شو بدي اعمل يعني؟ لا شغال عندهم، بعدين ما بدي شغل على جوالي، بعدين ليش الانترنت ما شغال؟ طفوه ورجع شغله مره ثانيه، خليه يغير كلمه السر عبد الهادي، خليه يغير كلمه السر. طيب نجي لهي المنطقه هلا الجميله جدا والراقيه. من هون لهون شطوا له 2 اكس، واضح جدا من فوق، صح؟ طيب هي المنطقه شقد؟ كمان 2 اكس، صح؟ 4 اكس. إذا كان هذا مربع هذا كمان راح يكون مربع، صحيح؟ طيب 2x و 2x معناتها المساحة هون شقد؟ 4x مربع، صحيح؟ هلا شو طالب مني هو؟ طالب مني الفرق بيناتهم، الفرق بيناتهم. طبعا أنا لو جيت هلا هي عملت لي عملية تجميلية هيك، 9x مربع زائد 2 ضرب 5 30x زائد 25، شو حطيت هون؟ 4x مربع. الفرق بيناتهم يعني اطرحهم، صح؟ تعال نطرحهم. 9x مربع ناقص 4x مربع 5x مربع. 30x في مثله هون؟ لا. وال25 ما
ما في منها، فهذا تمام. هل التمرين في شيء صعب؟ لا والله، بس في انك انت تكون واثق انك فينك تحله ولا لا. خلي ثقه عندك انه ايه بينحل هذا التمرين. خلي شيء شوي شوي شو ايه شو السؤال بس اخر شيء سبت هاي سبت هاي ضربته باثنين، اكس ضرب هاي ضرب اثنين، وهي اكس ضرب هاي ضرب اثنين، جمعتهم وطرحتهم من هاي ضرب هاي. مو عم بيقول ليش طرحتهم؟ هو عم بيقول هون هلا هلا بشرحهم. بس انت ايش طرحتهم؟ اوكي ضرب طيب اثنين بده بالجواب طرحهم على التقسيم اثنين. انت طرحت كيو اكس، طرحت بي اكس من كيو اكس وبعدين صار 2 بعدين عوضت. ما مشي الحال لانه هي 2 وهي 1 صح؟ ما مشي حال تطلع. احنا عوضنا بس ما طلعنا. ما بصير عوض شو طلع مع كيو اكس؟ كيو اكس هي 6 اكس مربع زائد 12 زائد 14 خربت وجهك. اي والله صح. والبي اكس؟ البي اكس هي 2 اكس زائد 10 اكس زائد 2 2 x مربع زائد 10 x زائد 2 2 x مربع زائد 10 x زائد 2 صح؟ لا مو صح. 3 x مربع زائد 7 x 3 x مربع زائد 7 x اللي هي يلا راح امحي هاي 3 x مربع زائد 7 x. حاجة عند سؤال؟ تحبوا عيدوا مرة تانية؟ أكيد متأكدين؟ اوكي شوف شوف راح اشرح لك شو حاكم المثال هو وراح اشرح لك شو احنا شو بدنا نعمل. هو شو عم بيقول لك؟ عم بيقول لك انا في عندي بولينوم تمام الا منين جاي؟ الا هي اف 3 والبي من هي البي هي اف شو بتطلع على الدرجه. هو طبعا هو مخترع لهذا التمرين، ما هو ما نقاله. هو شو قايل؟ اي الكات صاير هو عبارة عن اف لمين؟ لدرجة الاكس. قد درجة الاكس هون؟ واحد. يعني اف الواحد شقد؟ بي. اف الثلاثة هي درجة الثلاثة اف الثلاثة كم؟ اه. فانت سأل حالك سؤال مين هي اف؟ اه. اف هو عطيك اياه مين هي اف؟ او فهي 2 ان ناقص 5 معناتها بدي حط بدال نيش بدي حط؟ 3 3 ضرب 2 6 ناقص 5 1 1 ضرب 2 2 ناقص 5 ناقص 3. هلا برجع بعوض مرة ثانية معناتها بي اكس شو صار اسمه؟ صار اسمه اكس مكعب ناقص 3 اكس. برجع بعيد مرة ثانية. هو معرف لك عم معرف لك بولينوم وقايل لك هذا البولينوم فيه مجهولين. مين هن المجهولين؟ A و B. منين بتحسبون للA والB؟ قال في عندك هون في عندك هيك دالة صغيرة فانكسيون صغير بيخليك تحسب بس بتعوض بتحط شو الدرجة هون؟ 3 بتجي شو بتحط هون؟ 3 الدرجة 1 شو بتحط هون؟ بتحط 1 وبتحسبه. طيب تعال نشوف المثال تبعنا الجميل جدا والراقي. لو جيت لعند مين؟ لعند كله كله شو بدي احسب ام؟ مين هي ام؟ هي اف ايش قد؟ هي اف اكس 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 باي درجة؟ درجة 2 معناتها اف 2 تمام؟ مين هي اف مين هي اف 2؟ هي 2 ضرب 2 ناقص 5 2 ضرب 2 ناقص 5 يعني ناقص 1. طيب مين هي كي؟ اكس هون بالقص ايش قد؟ بالقص 0 فبيطلع معي اف الصفر. مين هو اف الصفر؟ 2 ضرب 0 ناقص 5 شو بيعطيني؟ ناقص 5. هو شو عم بيعمل؟ بده ام زائد مي زائد كي. ايش قد مي زائد كي؟ ناقص 1 ناقص 5 شو بيعطيني؟ ناقص 6.